الجمهور الجماهير الاحتراف ودني الديمقراطيه ايه باش نمشي نبقى تماما برافو هذا هو الحل برافو تقول لاس واش باغي نبقى ولا نمشي لهذا انا جد معتز بالتعامل ديال الطلبه كان عندهم موقف تاريخي لانه شحال هذه كان هي كيبدا داك الشيء الناس كتمشي لاول مره غدا مرة بالموقف ديال الاعلام الوطني لانه جل المنابر اليوم هبطت في افتتاحيات ومواقف صارمه ضد ادانه لان الجامعه هي مجال للعلم ليس مجال للعنف والاقصاء.